لا على حضرتك يا فندم. صباح الفل يا استاذ كريم، اهلا بك يا باشا، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، منورنا في 10 الصبح في الاهلي، وعايزين ناخد من حضرتك فكره كافيه كده عن توقعات النهارده واليومين اللي جايين ان شاء الله فيما يتعلق بالجو العام ودرجات الحراره، لان طبعا كالعاده وكما هو الحال دايما في فصل الخريف ومع نهاياته بصفه خاصه، فكره ان الجو ممكن يتقلب في دقيقتين بالكثير من مشمس الى ممطر والعكس. بالظبط زي ما حضرتك ما بتقول، الخريف وتقلباته ونهايات الخريف وبدايات الشتاء بتبقى تقلبات جويه سريعه. بنشوفنا طبعا سقوط امطار خفيفه في سماء القاهره الصبح وتقلبات جويه، وايضا شفنا اتربه ونشاط رياح موجود في المنطقه الغربيه امبارح بالليل. الشمس طلعت دلوقتي ومتوقع ان الدنيا تغيم تاني ويكون في فرص امطار خفيفه مره اخرى، يعني التقلبات جويه وارده وسريعه ان شاء الله. ورغم كده درجات الحراره برضه على من المعدلات الطبيعيه، مع سطوع اشعه الشمس بترتفع درجات الحراره خلال فترات النهار ما بين 23 و24 و25 درجه كمان على القاهره. فترات الليل هي اللي فيها درجات الحراره منخفضه بين 13 ل14 درجه، خاصه في الساعات المتاخره من الليل او الصبح بدري واحنا خارجين. فكره تكون الشبوره خفيفه غير مؤثره على الطرق. اما الامطار فهي مستمره معانا برضو بكره على مناطق من سواحلنا الشماليه، وممكن تكون خفيفه على مناطق متفرقه من الدلتا وقد تصل للقاهره وشمال الصعيد، امطار خفيفه خالص على فترات متقطعه من النهار وغير مؤثره. طب ومن المتوقع يا فندم ان يعني تنخفض امتى بقى درجات الحراره؟ احنا خلاص عدينا الاسبوع الاول من ديسمبر، فبالنسبه لانخفاض درجات الحراره الشتاء المتوقع الشتاء يا دكتور محمود امتى هنشهده يعني؟ انتوا مستعجلين على الشتاء كده؟ انا وكريم بنحب الشتاء، فينا زينا كتير وشهر 12 يعني، بس فعايزين نطمن بس في شتاء السنه دي ولا لا؟ لا لا ان شاء الله في شتاء السنه دي. الشتاء فعليا وجغرافيا بيبدا 21/12، فيبدا تعد من 21/12 ثلاث شهور، هم دول موسم الشتاء بتاعنا او فصل الشتاء. جميل ان شاء الله. لكن من هنا لغايه التاريخ اللي حضرتك ذكرته ده ان شاء الله من المتوقع ان يبقى الحال على ما هو عليه فيما يتعلق بان ممكن الجو يقلب في اي لحظه. بالفعل يا فندم، تقلبات ما بين ارتفاعات طفيفه وانخفاضات في درجات الحراره بالليل، وتقلبات وفرص امطار على مناطق متفرقه، انما لسه درجات الحراره الانخفاض الفعلي نبدا نتكلم عليه وندور عليه بعد ما يبدا الشتاء رسميا 21 ديسمبر باذن الله. ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه، وصباح الفل على حضرتك.